مهم السلام عليكم. نهار كن ظالم ضراوي النشيط الجمعوي والسياسي دي جماعة بني شكر، نخصش نسقس شوية أخويا ظالم فيما يتعلق المشكل النبحة من الشواطئ. أنا هاني تو غنكيش الشكاية السيد عامر صاحب الجلالة على إقليم النظور، ونقص نخزا ماني وضن من الفني ناريس الجماعة غيك الشواطئ دي مجلس قاندي السواحل نبني شيكا، يعني من يوض الملف ما على حال. تحياتي للسيد العميل، تحياتي للسيد الكاتب العام. نهار حسب الاخباريه غنغز العماله، تغاز السيد العميل استدعى السيد الكاتب العام، السيد العميل استدعى عند الرئيس الجماعه بني شيكار حول الرخص الصيفيه غير جنب البحر، لان الرئيس الجماعه يقطم طول الطس حسب المعلومات غانغ يقطم طول يوذان باش يسبعد يوذان الفقراء اني مزيانن باش هذيك يوذان يمقرنا يوذاني غاجة التمنيات حسب المعلومات الإخبارية إغانا الشركة فاعلين الجمعويين. نتصلك السيد العميل، كنشكره بزاف هذا المنبر والسيد القائد على قيادة بني شكار، نشكره مشكورا على مجهودات الجبارة هي السيد القائد والسيد العميل السيد الكاتب العام، تحيتي لهما. انهارت واستدعى عند استدعاوا الرئيس الجماعة العملاء على إقليم الناظور باش حسب الرخص البحرية. هذه المعلومة اللي عند الأولية. المعلومة الثانية اللي عضو من أعضاء المجلس الجماعة العضو من المكتب كيقول لأن التماطل من طرف السيد الرئيس والسيد النائب الخامس كيديروا هذا التماطل ما عند هذاك البحر يشدوه الناس ديالهم باش يستغلوه هما، يستغلوه الناس ديالو اللي راه معاه اللي كيعاونوه في الانتخابات اللي كيعاونوه. دابا النقطة الثالثة، دابا بغاو يديروا السياسة بالشواطئ البحر باش يخدموا بها السياسة حسب الانتخابات اللي جاي في 2021. النقطة الرابعة، كنطالبوا السيد العامل من هذا المنبر، لأن كنقولوا للسيد العامل التهمي شكلتنا في بني شيكار، التجارة هودت بزاف، لأن حسب الإقصائيات اللي عندنا في بني شيكار، المجلس حسب التصريحات نتاع الرئيس المجلس كيقول لك بالله راه كنخدم الدواوير، ها هي الدوار نتاع عياده كانت دوار ماري واري مثلا ما مخدومش مازال فيهم التهمج، الزبل عامرين غير بالزبل حنايا، عامرين بالزبل، ها هي عندنا الكاميون شحال ديال الفلوس اللي كيخرجوا عامرين بالزبل حنايا، حنا ما شفنا لا التعديلات اللي داروا في الجماعه لا والو، على حال 4 سنين حنايا كنعانوا بالتهمج من طرف الرئيس الجماعه وبعض الاعضاء ديالو. دابا ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين حتى شي نقطه، ما كاين حتى شي جديد، ما كاين والو سي عبد الصمد. دابا حنايا شنو بغينا نقصد ديالنا؟ كنشكر السيد العامل على مجهودات الجباره والسيد القائد على قياده بني شيكار اللي كيزيروا زيروا زيروا رئيس الجماعه حسب البناء العشوائي، حسب الرخص التجاريه وعدم التجزئه. دابا راه بدات كتنقى بني شيكار، بدات كتنقى من طرف مجلس الجماعه، وكنتمناو ان شاء الله المحكمه الاداريه عاود تاخذ مجراها، لان ان شاء الله راه في اقرب وقت ان شاء الله غادي ياخذ القرار السيد الوكيل العام بمحكمه جرائم الاموال. وكنشكرك بزاف حتى انت سي عبد الصمد، كنشكر جميع المتبعين ديالنا خارج الوطن وداخل الوطن، كنقولوا لا للرشوه وبركه وما تهميش، خصنا نشبروا اليد في اليد باش نخدموا بركه. بيناتنا دابا كنتقاتلوا بيناتنا، حنايا خصنا نخدموا نتعاونوا نديروا التعاون التنسيقيه باش المجتمع يخرج لواحد يخرج بواحد النتيجه غير سي عبد الصمد. دابا حنايا خصنا نعطيو المثل المغرب ديالنا، حنايا كنقولوا حنايا الناس نتاع الغد ان شاء الله. وشكرا سي عبد الصمد، بارك الله فيك.